في خامس أيامها الدامية نحو 100 قتيل وألاف الجرحى في احتجاجات العراق التي انطلقت من بغداد لتطال الكثير من مدن الجنوب. أكثر من 7 ملايين مواطن تونسي يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع في ثاني انتخابات برلمانية منذ العام 2014. بعد ساعات من تهديدات أردوغان، أكراد سوريا يطالبون بمنع تركيا من شن هجوم ضد مناطقهم شرق الفرات. السابعة صباحا في القاهرة، الخامسة في جرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من النيل. أهلا بكم. نبدأ من القاهرة التي شدد فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي تعقيبا على الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي الذي لم ينتج عنه أي تطور إيجابي، على أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ستواصل اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي ضمن محددات القانون الدولي لحماية حقوق مصر المائية. في القاهرة أيضا، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع شارك فيه رئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمواصلة إنجاز كافة المشروعات الجارية بهيئة قناة السويس. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي والإجراءات الخاصة بمشروعات وعملية التطوير الجارية بهيئة قناة السويس والشركات التابعة لها، ومنها تطوير المجرى الملاحي للقناة وإعادة تطوير وهيكلة الشركات التابعة للهيئة، بالإضافة للإجراءات المتبعة حاليا لكيفية الاستغلال الأمثل للأصول التابعة للهيئة. كما تناول الاجتماع استراتيجية التطوير الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وقد وجه السيد الرئيس خلال الاجتماع بمواصلة إنجاز كافة المشروعات الجارية بهيئة قناة السويس بما يضمن زيادة الفرص الاستثمارية وتوفير المزيد من فرص العمل، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة حاليا. كما وجه سيادته بالاستفادة من الكوادر البشرية الشابة في إحداث التطوير المنشود لهيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال المرحلة المقبلة. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الاجتماع تناول مستجدات الخطة التنفيذية لعملية انتقال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بأن يكون الهدف بناء جهاز إداري كفء يتسم بالحوكمة ويرتقي إلى تطلعات المواطنين ومدى رضائهم عن الخدمات المقدمة، كما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة. وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية لضمان استدامة النتائج الإيجابية التي تحققت من الإصلاح الاقتصادي حتى الآن، ومن أهمها زيادة مشاركة القطاع الخاص في دعم الصناعات الوطنية والقطاعات الإنتاجية مع زيادة توفير فرص العمل المنتجة لتعظيم مكتسبات النمو الاقتصادي. آن الأوان، لم نكن لنقبل الهزيمة أو أن ينتهك شبر واحد من تراب مصر، وبدأت سيمفونية يقود عازفيها مايسترو محترم لتلوح لنا في الأفق بوادر النصر. القوات المسلحة المصرية تنتفض بأيد سمراء قوية تعود سيناء مصرية.
أكتوبر 73، الإرادة والتحدي. أهلا بكم. تلقى رئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بمناسبة الذكرى 46 لنصر أكتوبر. شدد فيها على أن انتصارات أكتوبر مثلت ملحمة مجيدة شهدت امتزاج الدماء الكويتية والمصرية. كان رئيس عبد الفتاح السيسي تلقى أيضا برقية تهنئة مماثلة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أعرب فيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات للرئيس السيسي ولحكومة وشعب مصر. وتلقى أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية مماثلة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد فيها أن بلاده تقدر عاليا وقوف مصر الدائم والثابت مع شعب فلسطين عبر مسيرة نضاله الطويلة. يؤكد مراقبون كثيرون على أن حرب 6 أكتوبر التي يمر عليها الآن 46 عاما شهدت واحدة من أهم وأخطر خطط الدفاع الاستراتيجي في القرن العشرين. الحرب خدعة، وحرب مصر ضد إسرائيل كان لها ثعلب يبيد المكر على العدو. فالرئيس الراحل أنور السادات أجاد الدهاء والخداع، وعد بالنصر، وضع خطة في 3 أعوام من حكمه وأوفى. أدركت كما قلت لكم وللأمة مرارا وتكرارا أن ذلك قدري وأنني حملته على يدي. عاهدت الله وعاهدتكم وحاولت مخلصا أن أفي بالوعد ملتمسا عون الله. الحسابات كانت مضنية والمسؤولية ضخمة، والزعيم وضع خطة خداع نفذت على 6 محاور لا تزال تدرس في الجامعات على اختلاف لغاتها لعظمتها. البداية كانت بالخداع الإعلامي الذي سبق قرار العبور بنحو 3 سنوات، فروجت مصر أخبارا وتحليلات عن ضعفها للدرجة التي لا تسمح لها بخوض الحرب. أنشأت قناة إذاعية ناطقة بالعبرية تذيع نشرات إخبارية وتعليقات تدعو للسلام. احنا في معركة، داخلين معركة حتمية، لأننا لا نقبل بما يراد فرض علينا من شروط. ولأجل تسليح الجيش اتجه الرئيس السادات إلى روسيا، وتم شراء صواريخ سكاد بالتعاون مع الكي جي بي. تم تصنيع قنابل فسفورية محليا، أما المدفعية فأخذت من جيش الجزائر أثناء مناورة مشتركة نفذت على أرضنا. ميدانيا خلق السادات حالة استنفار كاذب لدى العدو برفع درجة الاستعداد القصوى وإعلان حالة التأهب في جميع المطارات والقواعد العسكرية، مما استنزف إسرائيل ماديا ومعنويا. وعند رصد الطائرات المصرية في طليعة حرب 6 أكتوبر ظن العدو أنها طلعات تدريبية، فاستهتروا ليضربوا في عقر دارهم. عمد الرئيس السادات إلى إظهار ضعف مصر اقتصاديا وعدم قدرتها على الهجوم، وحرص على الحديث عن السلام دائما، وأكد ذلك برسالة إلى مجلس الأمن تحمل ذات المعنى. وكان لزاما لخوض الحروب أن تؤمن الدولة مؤن شعبها، فسربت المخابرات العامة معلومات عن غرق محصول القمح بفعل مياه الأمطار. تحول الأمر لفضيحة إعلامية استوردت مصر على إثرها الكميات المطلوبة. بخلاف مسألة تأمين البطاريات التي ستستعمل وقت الغارات والتي أدخلت إلى البلاد بشحنة مهربة، تحولت لقضية قبل أن يعرف أن من قام بها بطل أنجبته مصر. وأيضا شائعة التيتانوس لإخلاء المستشفيات وإعدادها لاستقبال الجرحى واستيراد خراطيم الإطفاء بدعوى مواجهة الحرائق، وهي التي استخدمت لاحقا في إنزال الساتر الترابي لخط بارليف. ابتلع الإسرائيليون الطعم تلو الآخر، وامتدت عملية التمويه إلى المناورات العسكرية،
فكانت القوات المصرية تتدرب على عبور القناة تحت سمع وبصر تل أبيب، وقامت القوات المسلحة بعملية محاكاة للعبور ونقلتها وسائل الإعلام، وتابعها الجنود الإسرائيليون من خنادقهم على الضفة الشرقية للقناة، وأذيعت على التلفزيون الإسرائيلي مصحوبة بتهكمات من محللين. وحتى وقت انطلاق المعركة جعله رئيس السادات في الثانية ظهرا، وهو ما يتنافى مع أعراف الحروب التي تبدأ فجرا أو ليلا. خدع السادات لم تقف عند التوقيت، سربت الأنباء لإسرائيل بطريقة أو بأخرى، فشككوا في نية السادات في خوض حرب واعتبروها خدعة جديدة للثعلب المصري، وهي كذلك خطة تفاصيلها تدهش العالم ليومنا هذا. حافظوا على مصر وعلى تراب مصر، وتمسكوا بالحب بالوفاء بالشرف عشان تظل دائما الشمس تشرق على البلد. في سياق متصل، احتفلت محافظة الإسماعيلية بالذكرى 46 لنصر أكتوبر المجيد بتنظيم عديد من الفعاليات الجماهيرية. لتخليد بطولات الجيش المصري والمقاومة الشعبية في فترات الحروب حتى انتصارات أكتوبر، أبدع الفنان التشكيلي جلال عبد هاشم عملا فنيا متميزا، إنه تمثال النصر. المثال ده برمز من الفنانين الإسماعيلية اللي هو أستاذ عبدو هاشم، أستاذ جمال هاشم. بعد ما رجعنا من الهجرة في 73-74، الراجل ده لم الشظي بتاع الطيران من هنا من إسماعيلية، ولم أجزاء من الطيران الإسرائيلي اللي كانت واقعة، وعمل بها تمثالين، منهم التمثال دوت وتمثال عند مديرية الأمن من الناحية التانية كذكرى تخليد للشهداء بتوع إسماعيلية، وإسماعيلية دي تعتبر أم الشهداء. التمثال ده بتاع نصر اكتوبر بيذكرنا بنصر اكتوبر، واي حد من الاهالي الاسماعيليه بيجي يعدي من هنا بيفتكر ذكرى نصر اكتوبر، والحمد لله ان ربنا كرمنا بالانتصار العظيم دون. وزي ما انت شايف حضرتك ان الحمد لله البلد دلوقتي في رخاء وفي ازدهار وفي عز المشروعات اللي هي هدافه كويسة لصالح المصريين. يتكون تمثال النصر من الشظايا والدنات التي تم إلقاؤها على العدو من الجيش المصري، وهو يعبر عن بطولة الجندي المصري حاملا سلاحه ورافعا يده بإشارة النصر وقاعدته من بقايا طائرة إسرائيلية تم تدميرها شرق القناة. احنا كمدن قناة ومنها إسماعيلية سيبنا بلادنا ورحنا في بلاد غريبة ما نعرفهاش، الناس كانت بتعطف علينا، نصر اكتوبر هو اللي رجعنا لبلادنا تاني، تمام. ومستحيل نقول نصر اكتوبر من غير ما نجيب سيرة الرئيس محمد أنور السادات الله يرحمه، ما هو ده اللي انتصر، هو ده اللي رجعنا بيوتنا، وهو ده اللي عايشنا لغاية دلوقتي في سلام. أقول لهم حبوا بلدكم وحبوا وطنكم وحبوا جيشكم وحبوا رئيسنا، لأن احنا فعلا عايشين في أمان ما كناش نحلم بيه. احنا كنا في قلق فعلا، احنا كنا قاعدين في بيوتنا بنخاف. انا كنت ببقى قاعده في سيارتي خايفه، عارفه ان هلاقي حد يشدني هياخد. انا فعلا احنا عايشين في امان، في امان واحسن بكتير، ونتمنى نبقى كمان كده واحلى من كده كمان. الرساله اللي بوجهها للشباب الحالي انه يهتم بجيش بلده ويرعى امور البلد في الحفاظ والحمايه على امن بلده. ما يبقاش ما يسمعش الإشاعات المغرضة والإشاعات الهدامة. وما زال تمثال والنصر رمزا لبطولات أهالي وأبناء الإسماعيلية، وتحمل كل شظية جزءا من تاريخ حكاية الشعب المصري وجنودنا البواسل. من قلب المحافظة الباسلة ومن أمام تمثال النصر، هذا الرمز الخالد الذي يحمل قصص وحكايات ويروي بطولات المقاومة الشعبية من أفراد وقوات المقاومة في التصدي للعدو الإسرائيلي كتفا بكتف مع القوات المسلحة وصولا إلى النصر. من مدينة الإسماعيلية، أمل صبري، النيل. في العاصمة العراقية بغداد، أقر رئيس البرلمان العراقي بأن الدولة العراقية بمؤسساتها
تأخرت كثيرا في تلبية مطالب المحتجين الذين يخوضون منذ 5 أيام حراكا داميا سقط فيه المئات بين قتيل وجريح. واعتذر من أبناء شعبنا، تأخرنا كثيرا بتوفير متطلبات الحياة الكريمة. الإصلاح مو فقط اللقاء اليوم اللي شفناه مع ممثلي المتظاهرين، الإصلاح طريق طويل يبتدئ اليوم وما ينتهي. لازم نستمر بالتواصل مع كل أبناء الشعب، نتواصل مع الخبرات الكفاءات العراقية في النقابات في الاتحادات في كل المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني. أيضا يحتاج لنا وقفة جدية وثورة إجرائية، ويحتاج لنا إلى جهد استثنائي لمحاربة آفة خطرة وهي آفة الفساد. أكثر من 100 قتيل وما يزيد على 4000 جريح قدمت الاحتجاجات العراقية التي انطلقت مع بداية الشهر الجاري للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل. احتجاجات تفجرت في العاصمة بغداد وامتدت إلى مدن جنوبية ليرتفع صف مطالبها إلى استقالة الحكومة وتغيير نظام برمته. وأدى تبني الزعيم مقتدى الصدر مطلب استقالة الحكومة إلى قلب الطاولة في عملية قد تغير المعادلة، لا سيما وأنه يتزعم أكبر كتلة في مجلس النواب، وينتظر ما سيقوم به مقتدى الصدر من خطوات مقبلة، إذ أنه إما سيزيد من زخم الحركة الاحتجاجية في الشارع رغم رفض المتظاهرين تسييس الحراك، وإما سيحول المواجهة من الساحة الشعبية إلى الساحة السياسية. وأخذ الصدر على عاتقه المطالب الأساسية للمتظاهرين داعيا إلى إسقاط حكومة عادل عبد المهدي التي تضم وزراء من تياره، وذلك بهدف تجنب إراقة مزيد من الدماء، داعيا أيضا إلى تنظيم انتخابات مبكرة تحت إشراف الأمم المتحدة. وبرغم مساعي رئاسات الثلاث مجلس الوزراء ورئاسة ومجلس النواب في التعهد بالوفاء بالمطالب، إلا أنها لم تسهم في تهدئة المحتجين ولم تنجح في استرضائهم. فللمرة الأولى تطالب المظاهرات غير الموجهة من حزب أو قوى سياسية بإسقاط النظام المبني على المحاصصة الطائفية والإثنية في توزيع المناصب إضافة إلى المحسوبيات. ويبدو أن المظاهرات سوف تستمر إلى أن يتم إجراء تعديلات واتخاذ قرارات حاسمة وإقالة ومحاسبة أسماء كبيرة من السياسيين المتهمين بالفساد، ما يجعل العراق على مصراعيه أمام العديد من السيناريوهات. يتوجه اليوم أكثر من 7 ملايين مواطن تونسي إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد ستكون تشكيلته مفتوحة على كل الاحتمالات. التشريعية في تونس منذ إقرار الدستور في عام 2014، يتوجه أكثر من 7 ملايين ناخب في تونس لانتخاب برلمان جديد ستكون تشكيلته مفتوحة على كل الاحتمالات، وذلك بعد 3 أسابيع من الانتخابات الرئاسية. ويتنافس في الانتخابات التشريعية نحو 15,000 مرشح على 217 مقعدا في البرلمان من أحزاب وأتلافات ومستقلين متنوعين ومن كافة الاتجاهات السياسية. وتعد الانتخابات الحالية مفصلية في تاريخ البلاد، والتي تمر بأزمات اقتصادية واجتماعية خانقة منذ الثورة في عام 2011. ويدخل الانتخابات متنافسون جدد إلى جانب الأحزاب على غرار المستقلين الذين يمثلون ثلثي القوائم المشاركة، ومن المنتظر أن يحدثوا مفاجآت وأن يحصلوا على عدد من المقاعد. وتمكن حزب قلب تونس لمؤسسه نبيل القروي الذي يخوض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية من تكوين قاعدة شعبية مهمة. وتشير بعض استطلاعات الرأي غير الرسمية إلى أن حزبه سيتمكن من نيل المرتبة الأولى أو الثانية على أقصى تقدير. وتجرى الانتخابات بينما تعيش تونس تهديدات أمنية متواصلة، ولا تزال حالة الطوارئ سارية إثر عمليات إرهابية شنها عدد من المتطرفين في السنوات الفائتة، ألحقت أضرارا كبيرة بقطاع السياحة الذي يعد أحد ركائز الاقتصاد التونسي.
دعا أكراد سوريا المجتمع الدولي إلى التدخل لمنع تركيا من شن هجوم ضد مناطق سيطرتهم بعد ساعات من تهديدات الرئيس رجب طيب أردوغان بحملة عسكرية وشيكة في مناطق شرق الفرات. بعد أن وضعت الحرب أوزارها في أغلب أنحاء سوريا، عادت طبول الحرب تدق من جديد في شمالها الشرقي. حشود عسكرية تركية تجوب المنطقة استعدادا لعملية وشيكة ضد المسلحين الأكراد الذين تعتبرهم تركيا إرهابيين وتقف لهم بالمرصد. من جانبها تؤكد وحدات حماية الشعب الكردي التزامها بجميع تفاصيل الآلية الأمنية والتي اتفقت عليها الولايات المتحدة الأمريكية مع تركيا، وكان ذلك في شهر أغسطس الماضي لإنشاء منطقة آمنة تفصل بين سيطرة المقاتلين الأكراد والحدود التركية. وقد بدأ تنفيذ الاتفاق بالفعل عبر تسيير دوريات تركية أمريكية في المنطقة، إلا أن أنقرة لا تعتبر ما تم في هذا الشأن يمثل تقدما بالشكل الذي تريده. ودعت وحدات حماية الشعب الكردي في سوريا المجتمع الدولي إلى الضغط على تركيا ومنعها من القيام بأي عدوان عليها، كما حث الأكراد الاتحاد الأوروبي والتحالف الدولي الداعم لهم لاتخاذ موقف يحول دون تنفيذ تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باجتياح شمال شرقي سوريا. قوات سوريا الديمقراطية والتي ينضوي تحتها المسلحون الأكراد أكدت أنها لن تتردد في الدفاع عن نفسها وتحويل أي هجوم تركي إلى حرب شاملة على الحدود السورية التركية. لا يعد الهجوم التركي الجديد هو الوحيد من نوعه، فقد شن الجيش التركي هجومين في سوريا، الأول في عام 2016 ضد عصابات داعش الإرهابية، والثاني عام 2018 ضد وحدات حماية الشعب الكردي، وتمكن بموجبه الجيش التركي من السيطرة على منطقة عفرين شمالي سوريا. في العاصمة اليونانية أثينا، قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي إن بلاده لن تسمح لتركيا بالتنقيب عن الغاز في مياه شرق المتوسط بطريقة غير قانونية. نحن ندرك المخاطر وعلى دراية تامة بأنشطة تركيا الجارية للتنقيب عن الغاز. لقد أوضحنا أن عسكرة هذه النزاعات ليس بالتوجه السليم، لذا نعمل كي تنخرط الأطراف والجميع في خفض التصعيد وإيجاد مجموعة من النتائج المتفق عليها بشكل مشترك، ولا يمكن أن نسمح لأي جهة، إذ أن تركيا هي حديث الساعة، أن تنخرط في التنقيب بشكل غير قانوني. عمليات تنقيب غير قانونية شرق البحر المتوسط من جانب أنقرة في انتهاك صارخ للحقوق القبرصية وتهديد لأمن واستقرار منطقة الشرق المتوسط، قابلها دعوات من جانب قبرص بتطبيق القانون الدولي وتهديد من الولايات المتحدة بالقيام بتحرك دبلوماسي لوقف عمليات التنقيب عن الغاز شرق البحر المتوسط. وفي محاولة من جانب قبرص لوقف الاعتداءات التركية بحق مياهها الإقليمية، وقعت قبرص مع الولايات المتحدة اتفاقية بمجال الدفاع والتي وصفها المسؤولون الأمريكيون بأنها تشكل عامل حسم في الرد على تهديدات تركيا شرق البحر المتوسط. ومنذ سنوات تتنازع تركيا وقبرص على ملكية الموارد الموجودة في شرق البحر المتوسط، لكن النزاع احتدم بينهما في الآونة الأخيرة. وأعلنت تركيا يوم الخميس الماضي أنها أرسلت إحدى سفنها للتنقيب عن النفط والغاز إلى المياه قبالة جنوب قبرص، حيث منحت السلطات القبرصية اليونانية بالفعل حقوق التنقيب لشركات إيطالية وفرنسية. وقامت تركيا بالفعل بحفر بئرين في المياه إلى الشرق والغرب من الجزيرة، مما أثار احتجاجات قوية من قبرص والاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك فرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي على أنقرة. والجزيرة مقسمة بين جمهورية قبرص وجمهورية شمال قبرص التركية غير المعترف بها دوليا، والتي أعلنت في الشطر الشمالي بعد الغزو التركي لها عام 1974 ردا على ما قام به قوميون قبارصة يونانيون بهدف إلحاق الجزيرة باليونان. أخبار السابعة متواصلة معكم، نتابع فيها بعد الفاصل.
معرض تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية يختتم أعماله اليوم. لقد شهد العالم كله لنا بالحق وأشاد بشجاعتنا دفاعا عن هذا الحق. أدرك العالم أننا لسنا البادئين بالعدوان، ولكننا المبادرين بواجب الدفاع عن النفس. ونحن نجعل منه عيدا لصمودنا وعيدا لأداء جيشنا وقواتنا المسلحة، ولكن علينا أن نعرف أن المهمة لم تنتهي بعد. لا يمكن أبدا كان حد هيديكوا الأرض إلا بعد ما داء تمن الحرب الحقيقية. الاقتصاد في أخبار السابعة. أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عددا من القرارات الخاصة بإنشاء 19 غرفة صناعية، من بين تلك القرارات إنشاء غرفة صناعية تسمى بغرفة صناعة الحرف اليدوية، تضم الصناعات التي يقوم بمزاولتها الحرفي معتمدا في عمله على مهاراته الفردية واليدوية. ومن بين هذه الغرف التجارية أيضا غرفة صناعية تسمى غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث. لمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف الخبيرة الاقتصادية الأستاذة حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال. أستاذة حنان، ما تأثير هذه الغرف على إنعاش هذه الصناعات المعنية بها؟ هو من الواضح الفترة الأخيرة اهتمام الدولة بالصناعات الصغيرة ومنها الصغر، ومنها على سبيل الخصوص الحرف اليدوية بتتميز بها بعض المناطق، وبتبقى فيها زي اهتمامات بالصناعات التراثية. فتنظيم غرفة تجارية للاعتناء بهذه الصناعات يعتبر شيء هام جدا، لأنها هتنظم حركة العمل فيما يتعلق بهذه الصناعة، هتبين الحقوق والواجبات على المتعاملين في هذه الصناعة، هتسهل ليهم سبل الحصول على المواد الخام، ترويج منتجاتهم، تسويقها، تعريف المواطنين بيها، إقامة أماكن لمعارضها سواء سنويا أو ربع سنويا على حسب ما يتراءى لهم. فكل دوت هينعش هذه الصناعة وهيشجع الآخرين ان هم يخشوا في هذه الصناعات وما يخافوش من الفشل او يخافوا من انهم مش هيتم ترويج صناعاتهم. واهتمام مجلس الوزراء او اهتمام الدولة بشكل خاص بهذه الصناعات دعوة صريحة لكل من له حرفة او له موهبة ان يعني يتعامل مع هذه الموهبة بحرفية ولا يكتفي بها ان هو تكون لنفسه فقط. ودينا شفنا في الفترة اللي فات كان في معرض للمنتجات التراثية استمر لأكثر من أسبوع، وكان في اهتمام من قبل الدولة واهتمام من قبل الإعلام بتغطية هذا المعرض، بل أن في كثير من المواطنين شاركوا في هذا المعرض بمنتجاتهم وهم يشتروا من هذه المنتجات. وشايفين برضو اهتمام الدولة بإقامة شارع الصناعات اللي احنا بنسميه 306 ده في كل أماكن، حتى في آخر الفترة افتتح في منطقة الدقي وعامل برضو طفرة جيدة في الصناعات اليدوية. إذن هي مزيد من الإجراءات دكتورة حنان في سبيل تنظيم هذه الصناعات بشكل يحقق لها التوسع والتمكين بطريقة أكبر. شكرا جزيلا دكتورة حنان رمسيس خبيرة أسواق المال على هذه المتابعة في أخبار السابعة.
حددت وزارة الإسكان موعد بدء حجز وحدات مشروع سكن مصر يوم الاثنين الموافق 15 أكتوبر، وكشفت كراسة الشروط عن أن فترة استكمال مقدم الحجز تبدأ من 21 أكتوبر الحالي وحتى 21 نوفمبر المقبل ولمدة شهر. ويحظى مشروع سكن مصر باهتمام كبير من قبل المواطنين، خاصة فئة متوسط الدخل، وهو ما جعل وزارة الإسكان تسعى لإدخال عدد من التعديلات على النماذج العمرانية الخاصة بالمشروع. ذكرت وزارة التخطيط أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية سيساهم بشكل كبير في خطة الإصلاح، لكونه يعد انتقالا إلى حكومة ذكية إلكترونيا. وأوضحت الوزارة أنه يتم التركيز في الفترة الحالية على التدريب وبناء وتنمية قدرات الموظفين بشكل كبير وفعال لتأهيلهم للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ومن المستهدف تدريب 40,000 موظف قبل عملية الانتقال. شهدت أسعار صرف الدولار استقرارا نسبيا في نهاية ختام التعاملات الأسبوعية أمام الجنيه في عدد من البنوك العاملة في مصر، فيما يلي أسعار الجنيه المصري مقارنة بالعملات الأخرى، حيث نشهد الاستقرار في سعر الجنيه. هذا وقد تراجعت أسعار الذهب بقيمة جنيهين فقط السبت في السوق المصرية بالتزامن مع انخفاض سعر الذهب عالميا، حيث تراجع سعر أوقية الذهب من 1509 دولارات إلى 1504 دولارات. سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر رواجا في مصر، نحو 683 جنيها للجرام، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 5464 جنيها. أهلا بكم لهذه المتابعة لأخبار الطقس، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا. فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض المحافظات ومدن الجمهورية وبعض العواصم العالمية. مزيد من الأضواء ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية. دكتور إبراهيم، عرضنا توقعات هيئة الأرصاد الجوية لدرجات الحرارة، لكن بشكل عام ما هي أبرز ملامح الطقس في مصر في اليوم وغدا بإذن الله؟ أولا ما انتهت الفرصة ديت، وبصبح على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. أهلا بك، وبقول لحضرتك وبقول لهم صباح الخير، صباح الامل، صباح التفاؤل، صباح النصر والفخر. الهيئه العامه للارصاد الجويه بتنتهز الفرصه لتتقدم بطاقه ورد للقوات المسلحه المصريه، خير جنود الارض، على اعياد نصر 6 اكتوبر، وتهنئ الشعب المصري بهذه المناسبه. كمان الطقس والاحوال الجويه بيحتفلوا مع القوات المسلحه والشعب المصري بهذه المناسبه العزيزه على قلوبنا جميعا، حيث ان اليوم الطقس والاحوال الجويه من خلال دراستنا للصور الاخبار الصناعيه وخرائط الطقس يتضحان لنا انه هناك انخفاض في درجه الحراره على كافه الانحاء، يتراوح ما بين درجه الى درجتين، ليسود طقس معتدل على السواحل الشماليه
هتفرز من درجة الحرارة إلى 29 درجة مئوية، بينما مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري لتصل درجة الحرارة إلى 33 درجة مئوية. حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء والغردقة لتصل درجة الحرارة ما بين 35 و36 درجة مئوية. شديد الحرارة على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين لتصل درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية. دكتور إبراهيم، ما هي حالة الملاحة في البحرين المتوسط والأحمر؟ البحر الأبيض المتوسط حالة الملاحة فيها ممتازة ومواتية لكافة الأعمال الملاحية من صيد وخلافه، حيث أن ارتفاع الموج في هذا البحر يصل من متر إلى متر ونصف. بينما في البحر الأحمر تنشط الرياح أحيانا على خاصة على خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية خاصة في خليج السويس. هل هناك أي توقعات بشأن الشبورة المائية سواء كان على الطرق الصحراوية أو الطرق الزراعية هذا الصباح؟ اليوم وغدا وبعد غد ما زلنا نتوقع ظهور شبورة مائية معنا سريعا ما تختفي مع تقدم ساعات النهار وطلوع الشمس، انما هذه الشبورة منحصرة فقط لا غير على المناطق الشمالية والمناطق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات. شكرا جزيلا الدكتور إبراهيم عطا المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، ونوجه عناية المواطنين الذين يخرجون للسفر للاحتفال بعيد النصر في المحافظات توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة بسبب الشبورة المائية في بعض الأماكن. وفي القاهرة أيضا تختتم اليوم الأحد أعمال وفعاليات معرض تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية. تستمر بمركز مصر للمعارض الدولية فعاليات معرض تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية، والذي يحتضن 500 عارض وعارضة لمختلف المنتجات وسط إقبال جماهيري كثيف من المصريين والعرب والأجانب. المنتج بتاعنا هو اكسسوارات المنزلية، واحنا بنستخدم فن التطريز اليدوي القديم اللي اسمه الشنيط في كل الاكسسوارات المنزلية، وبالتالي لقينا في المعرض فرصة كويسة قوي ان احنا نشارك ونبقى موجودين ونحيي صنعة قديمة قوي كانت قربت تندثر والناس كانوا بيبيعوا المكن بتاعها، ان احنا نرجعها الجديد للنور من جديد ونبتدي نوظفها بشكل مودرن وبشكل يلائم الناس. الدعاية في فرقت كتير قوي عن السنه اللي فاتت، الناس كلها عرفت، ده اقبال محترم جدا، والناس اللي جايه فاهمه هي جايه ايه ورايحه فين بالظبط وحابه الموضوع، فالموضوع مش اي اقبال، مش عدد وخلاص، لا عدد ان جدا للموضوع اللي معمول له عشان المعرض. انا بنزل دور الايتام وبتعاون مع منظمه السبيشال الخاصه المصري، باهل الاطفال من خلال ورش العمل، طبق معاهم برنامج كورت لتنميه التفكير الابداعي، ومن خلال كده بنبدأ نعمل منتجات وتتباع لصالحهم. خطوة جريئة من الدولة انها بدأت تعمل معارض زي دي، فعايزين منها كتير، لان كل ما نظهر كل ما تتروج للسلعة بتاعتنا اسواق، وممكن يبقى فيه انفتاحية ونصدر منها بره. يعد المعرض فرصة كبيرة لتسويق العديد من المنتجات والسلع لصغار المصنعين وأصحاب المهن الحرفية من محافظات مصر المختلفة في إطار دعم وتشجيع الدولة للمشروعات المتوسطة والصغيرة من أجل توفير فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج. الحقيقة بيبقى فيه هنا منتجات رائعة، الجودة عالية جدا، الإنتاج حقيقة الواحد بيفتخر بيه يعني إن هو من بلده، والأسعار كمان بالمقارنة بالواحد كان بيبقى من بره، لأ الأسعار كويسة جدا يعني. أنا سعيد بأن في معرض زي ده اتعمل في مصر، أنا أول مرة أشوف حاجة بالحجم ده ومجمع فيها كل الحرف الجميلة بتاعت مصر اللي هي عددها يمكن معدي 40 حرفة، فدي حاجة جميلة وتساهم في تنشيط الحرف والسياحة. معرض رائع جدا يعني، مبهر كل الأشياء اللي فيه. كنت أتمنى طبعا أن أنا فعلا أزوره، لأني أنا من الناس اللي دايما حريص على أني أشوف المنتجات الحرفية اللي بننتجها في مصر، لأنها هي دايما رائعة وجميلة صراحة يعني. هذا المعرض والمقام على مساحة 10,000 متر مربع يلبي احتياجات السوق المحلية من الملابس، المفروشات، الأثاث، الحلي، المنسوجات، صناعات الزجاج، الجلود، النحاس، والفضيات، والتحف وغيرها.
ويعد سوقا تنافسيا لمصر لدفع حركة الاستثمار القومي. تراثنا نافذة طموحة لعرض وتسويق عشرات المنتجات والسلع لصناع ومبدعين في مختلف المجالات، توفر احتياجات الأسرة المصرية بجودة عالية وأسعار مناسبة، وتعمل على دفع الاقتصاد الوطني عبر دعم المشروعات الصغيرة. ياسين سيف لأخبار السابعة النيل. وهذا ختام أخبار السابعة. في خامس أيامها الدامية نحو 100 قتيل وألاف الجرحى في احتجاجات العراق التي انطلقت من بغداد لتطال الكثير من مدن الجنوب. أكثر من 7 ملايين مواطن تونسي يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في ثاني انتخابات برلمانية منذ العام 2014. بعد ساعات من تهديدات أردوغان، أكراد سوريا يطالبون بمنع تركيا من شن هجوم ضد مناطقهم شرق الفرات. نهاية أخبار السابعة أتتكم من النيل. طاب صباحكم وطابت أيامكم. إلى اللقاء.